الزبير وقف حياته على النبي عليه الصلاة والسلام، ونال هذا الشرف الباذخ. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وكان وقف حياته وفرسه على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن امرأته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت هي التي تقوم بخدمة الفرس وتقوم بشؤون الدار نظرا لعدم تفرغ الزبير، وحديثها في صحيح البخاري أيضا